إلى الملف السياحة المحلية البديل الاقتصادي للنهوض بالقطاع في ظل كورونا. الوجهة السياحية المحلية مليئة بالعديد من المقومات تجعل منها مقصدا سياحيا بدون منازع، ولعل أبرز ما يتناوله المهتمون اليوم في منظومة الترحال والسفر وجوب إقامة قاعدة متينة في مجال الخدمات السياحية وحتى الاهتمام بالتكوين السياحي، لأنه عصب التنمية الاقتصادية. ورقة طبعا في موضوع السياحة المحلية وما تحمله من مقومات، ثم نعود لمناقشة الملف. قطاع السياحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا في ظل جائحة كورونا بسبب القيود التي فرضت على السفر وشلت حركة السياح، حيث توقف النشاط السياحي العالمي. استئناف الرحلات الداخلية التي تعد فرصة لإعادة بعث السياحة الداخلية المتزامنة مع موسم السياحة الصحراوية. وكالات السياحة والأسفار التي عانت كثيرا في فترة الجائحة، يعني فترة الكوفيد 19، والآن هي تحاول أن تسترجع وتستأنف نشاطها بتركيز على السياحة الداخلية، وخاصة الآن نحن في موسم السياحة الصحراوية، في الكثير من الوكالات قامت ب يعني تنظيم رحلات سياحية إلى الجنوب الكبير. السياحة الداخلية هي ذات أولوية سواء دون كورونا أو بالكورونا، يعني إذا استطعنا أن نطور منتوج سياحة داخلية يعني ذو جودة وتنافسي من حيث السعر، من حيث النقل، من حيث جودة الخدمات، أكيد بأننا سنكون قادرين على استقطاب السياح. نفس جديد وانطلاقة تدريجية لنشاط وكالات السياحة والأسفار التي عانت من الركود، وفرصة رائعة لاكتشاف وجهات سياحية يخوض فيها السائح تجربة لاكتشاف الطبيعة الساحرة والتنوع المناخي والعمق التاريخي. وما يغفلكمش باللي منطقة تاسيلي ناجر هي منطقة فيها أكبر متحف على الهواء الطلق، معروفة بالنقوشات الحجرية ومعروفة بكل هذه المناظر الخلابة والأمور اللي تنفرد بها هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة مطلوبة في العالم ومطلوبة في السياحة الداخلية، يعني الوطنيين باش يزورونا لازم يكونوا تحفيزات، من بين هذه التحفيزات يعني تذكرة السفر لازم تكون في متناول الجميع. إعادة بعث نشاط المتعاملين في مجال السياحة الداخلية وفق برنامج وعروض تتماشى ورغبة الزبائن أصبح ضرورة ملحة لإنجاح السياحة الداخلية. الموضوع طبعا الذي تابعناه كان لياسمين جغادر، وضيوف الملف هم على التوالي السيد موسى بن تامر المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرحبا بك سيد بن تامر. شكرا سيدي. ورحب كذلك في البرنامج بمحمد بالتو الأستاذ والباحث في تراث وثقافة تصيلي ناجير جانت. مرحبا بك أستاذ بالتو، أهلا وسهلا، مرحبا بكما. وطبعا سيكون الملف حتى ثريا يعني بالضيوف، لأننا طبعا سيكون معنا عبر مباشر من محطة وهران الجهوية سيد عمر بالعباس مدير السياحة بولاية وهران. لا أعرف إذا كان جاهزا لأحييه فقط. مرحبا سيد عمر، أهلا وسهلا. إذن في انتظار أن يكون معنا بعد لحظات سيد، تسمعونا؟ تحية لك سيد عمر بالعباس، مرحبا. نعم تحية، مرحبا، أهلا أهلا وسهلا. وعبر الهاتف أيضا ستكون لنا مداخلات للعديد من الفاعلين والنشطين في المجال السياحي. وأبدأ أول ربما نقطة، مسألة الوضعية الوبائية سيد بن تامر، وكيف أثرت في كل القطاعات بما فيها القطاع السياحي. كيف يمكن لقطاعنا السياحي اليوم أن يجد البدائل لينهض مجددا بعد عام من الركود حتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم أخ محمد هذه الدعوة الكريمة للتطرق إلى موضوع هام ليهم الجزائر ويهم مستقبل الجزائر، باعتبار أن السياحة أضحت الآن إحدى البدائل للثروة البترولية. بالعودة إلى
تأثيرات الجائحة على القطاع السياحي بالجزائر. الجزائر لم تكن الدولة الوحيدة التي تأثرت بهذا الأمر، جميع دول العالم وخاصة الدول المشهورة في هذا المجال تأثرت تأثير كبير، والتأثير في الجزائر امتد إلى وكالة السياحة والأسفار، إلى نشاطاتها، إلى حجوزاتها، تأثر أيضا بالفنادق والمؤسسات الفندقية. وعلى سبيل المثال للحصر أن قطاع الفندقة وقطاع وكالة السياحة والأسفار يشغل في حدود 65,000 عامل، يعني وكنتصوروا هذا الرقم وهذا الحجم نعرفوا نقدر ندرك حجم تأثير هذه الجائحة. ولكن بالرغم من هذا الأمر فإن القطاع وإن هذه المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار بقات في المحافظة على 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 عمالها، بقات في ضمان أجورهم وتسديد مختلف الاشتراكات والالتزامات الاجتماعية والمالية والتعاقدية. هذا من جهة. من جهة أخرى، بعد العودة التدريجية لبعض الأنشطة والرفع الحظر عن بعض الأنشطة لاحظنا الهبة والعودة القوية للسياح، للسياح الجزائريين وللمصطافين مثلا على سبيل المثال للحصر، بعد رفع الحظر عن 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 ارتداء العودة الى الشواطئ بصورة تدريجية لاحظنا نقول قرابة 35 مليون سائح او مصطاف في فترة قصيرة. اللي هنا ندرك حجم أهمية هذه القطاع اللي راح يكون في المستقبل القريب إن شاء الله إحدى البدائل للثروة البترولية. الثروة البترولية وهذه البدائل طبعا لا تحتاج إلى مقومات، لأن المقومات أصلا موجودة. سيد بالتو، أنت طبعا مهتم بهذه الحركة، يعني الحركة سواء كانت طبيعية أو ثقافية لتصل النجر، ونعرف بأنه هو موسم للسياحة الصحراوية الذي أيضا نوعا ما تأثر يعني. نعم أستاذ محمد، نعم منطقة تاسيلي نجر في جانت هي منطقة معروفة غنية بتراثها الثقافي المادي واللامادي، وفي هذه الأثناء أو في هذا العام مست جميع القطاعات خاصة قطاع السياحة تأثر بهذه الجائحة، جائحة كورونا، ما أدى إلى نقص توافد السياح وخاصة منهم الأجانب. ولكن ضمن والله مع البرنامج المسطر من طرف الوزارة أنه تم برمجة عدة رحلات ما يخص السياحة الداخلية، كانت لها تأثير إيجابي من أجل إنعاش الحركة السياحية في المنطقة. نعم. الحركة السياحية في المنطقة في الحظيرة الثقافية تصل نجر. سيكون معنا أيضا السيد أسكو كافي وهو رئيس دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي بالحظيرة، في انتظار طبعا أن يربط الزملاء به الاتصال مباشرة حتى نربط يعني المحاور في مجال الحديث عن هذه المقومات. سيد بن تامر، كيف نعمل على مستوى يعني الوزارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، على يعني إيجاد هذه الميكانيزمات وهذه الآليات للارتقاء بهذه المقومات يعني السياحية؟ فعلا عملية إيجاد هذه الميكانيزمات أو البدائل أولا انطلق فيها القطاع منذ سنة 2018 بعد مسيرة 10 سنوات للمخطط التوجيهي للتنمية السياحية 2030. عقد القطاع لقاء جلسات وطنية لتقييم هذه المسيرة ولإعادة بعث السياحة الداخلية. عندما نتكلم على السياحة الداخلية نتكلم مثلا على الموسم الصحراوي، نتكلم على السياحة الصحراوية، موسم الاصطياف، السياحة الجبلية، السياحة الشبانية، سياحة الحمامات المعدنية. وشيء اللي يميز العائلة الجزائرية أن في السياحة الداخلية أنها لها خصوصيات، هذه الخصوصيات تم أخذها بعين الاعتبار في مختلف
في مختلف الآليات المحضرة والمعدة لذلك مستقبل إن شاء الله. الملاحظة أيضا سيد بن تامر عندما نتحدث عن السياحة الصحراوية ومقوماتها، حديث عن هذا التنوع الثقافي السياحي، بمعنى نجد يعني السياحة الحموية، نجد السياحة الثقافية، ونجد حتى السياحة يعني ربما الساحلية على الشواطئ. وسنتوجه إلى وهران مباشرة. سيد بلعباس تحية لك مرة أخرى، وأسألك، نحن يعني بصدد الحديث عن هذه المقومات السياحية، ونعرف وهران أيضا يعني تتوفر ويعني تتعدد هذه المقومات في وهران. نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد ولاية وهران معروفة منذ القديم، منذ التاريخ، منذ العهد الإسباني والعثماني. هذا الشيء هو اللي أعطاها مكانة وجودة في تنويع المنتوج السياحي. احنا نقول انطلاقا من ولاية وهران هي ولاية ساحلية، ولاية سياحة بامتياز على طول شاطئ 120 كيلومتر بمختلف أنواع السياحة، من سياحة ثقافية، من سياحة دينية، من سياحة أعمال، كلها تندرج في تنويع والكمية الهائلة للمنتوج السياحي. احنا من خلال هذا المنطلق، منطلق المقومات السياحية، نقول باللي على مستوى ولاية وهران فيه عمل ثري، فيه نشاطات، فيه حركية من قبل وكالات السياحة والأسفار، وكذلك فيه دواوين، فيه جمعيات محلية على مستوى الولاية فاعلة ونشطة في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، تعمل جاهدا من خلال إعادة انطلاق السياحة المحلية بعد كورونا. كل هذه الجهود تعطي حركية، تعطي ديناميكية كبيرة في إطار بيع المنتوج السياحي المحلي. خاصة احنا نقول خلال موسم الاصطياف لسنة 2020 وبعد الفتح التدريجي للشواطئ من 15 أوت إلى 30 سبتمبر 2020، كان فيه توافد كتير على ولاية وهران، اللي خلى كل تقريبا كل المؤسسات الفندقية الحجوزات تكون بها 100% مملوءة. كان فيه توافد كتير للمصطفين، خاصة مصطفين المحليين أو والوطنيين بمعنى السواح الجزائريين. كلها هي أيضا بمجال بحث الصناعة التقليدية. هل نتكفل أيضا بمجال بحث الصناعة التقليدية، لأنها أيضا تعتبر رافدا مهما من روافد يعني السياحة وبحث السياحة الوطنية المحلية؟ نعم، انطلاقا نحن في رأس السنة الأمازيغية، وبهذه المناسبة نقول لكم أسقاس مقاس، ورأس السنة الأمازيغية إن شاء الله مباركة، تدخل على الجزائريين إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله. احنا نقولوا باللي الصناعة التقليدية أكيد هي منتوج اللي من خلاله نروج للسياحة، وكذلك نفتح أبواب التجارة للمنتوجات الصناعة التقليدية. أكيد كلها تعتبر سلسلة المنتوج السياحي، وهذا هو المقومات التي تعطي أو التي تختلف من بلد إلى غير. احنا نقول بلي الجزائر بصفة عامة هو وطن سياحة، وطن صناعة تقليدية، من خلاله نقدر نكون ونقدر ندير تنويع في المنتوج السياحي، نقدر ندير إنتاج تنويع سياحي في كل، كما قلت، في كل أنواع السياحة، وخاصة في المحطات الحموية وكذلك مراكز المعالجة بالمياه البحر، كلها تندمج في المنتوج السياحي المحلي. سأعود إليك سيد بلعباس يعني لاحقا في خضم الجزائر مباشرة، ستبقى معنا. أعود إليك سيد بن تامر. مسألة الآن مسألة مهمة، مسألة أن نربط الصناعة التقليدية بالسياحة. نعرف الآن بأن قطاعكم يمتد يعني إلى مجال الصناعة التقليدية، واليوم الأولوية أيضا والامتياز للمرأة الماكثة في البيت، معنى العمل العائلي ونشاط المرأة التي توظف يعني هذه الإبداعات، إبداعاتها المنزلية يعني في مجال تقوية مجال الصناعة التقليدية. كيف هو العمل في هذا في هذا المنحة، منحة الاهتمام بالصناعة التقليدية وربطها بالمجال السياحي؟ شكرا. الموضوع تاع إلحاق قطاع أو ميدان العمل العائلي بقطاع السياحة والصناعة التقليدية هو سلسلة مترابطة، لأن السائح مهما يكون في سائح سياحة داخلية أو خارجية، دائما عمله أو تنقله إلى البلد أو للمدينة أخرى مربوط بالذكريات، والذكريات المقتنات لا تكون إلا ذات الجودة أو ذات الصبغة الصناعة التقليدية. الصناعة التقليدية يبقى المصدر الأساسي هي العائلة.
ولهذا من مخططات القطاع مستقبلا إن شاء الله أنه إلى أهمية كبيرة للعمل العائلي، أولا بإخراج هذه المكنونات تاع الصناعة التقليدية في مناطق الظل، الجزائر عميقة، الجزائر كبيرة، الجزائر قارة، تنوع سياحي، تنوع ثقافي، تنوع تاريخي، تنوع تضاريس، وهناك أيضا تنوع في المكنون الثقافي والتراثي، وهذا ما لا يكون إلا بمرافقة هذه العائلات، بمرافقة العمل العائلي وإعطائه الفرصة للترويج في المحافل والمناسبات الوطنية والمحلية. نعم، المناسبات عديدة يعني في تصل نجر، عندما نحتفل يعني بالسواح ونحتفل حتى بهذه العديد يعني من أن ننشئ هذه الاحتفاليات، هي منبع أيضا للتشجيع والترويج يعني للمقصد السياحي في الصحراء. نعم، مثل هذه المناسبات أستاذ هي فرصة لترويج أو تسويق المنتجات المنجزة من طرف الحرفيين كما شاهدنا في من خلال ترويج منتجاتهم في برامج مسطرة، مثلا كما شاهدنا مؤخرا أنه سطرت كما شاهدنا مؤخرا أنه سطر برنامج من أجل تشجيع وترويج وتسويق المنتجات السياحية من طرف الحرفيين في المنطقة، توافد عليها عدد معتبر من السياح اقتنوها، إذ تعتبر المنتجات السياحية أو منتجات المنتجة من طرف الحرفيين كمحرك لحركة السياحة، وتعتبر عنصر جذب للسياح في المنطقة. كيف نشجع ذلك سيد بن تامر؟ في الحقيقة التشجيع يكون تشجيع الاستفادة من الخبرات الوطنية عن طريق استغلال والاستثمار في العنصر البشري لاكتسب خبرات ميدانية إضافة إلى العنصر الشباني الذي اكتسب تكوين في الجامعات الجزائرية، وأيضا بالاستفادة من التجارب الأجنبية ولما لا؟ نشاط مؤخرا لمسؤول القطاع، تطرق المسؤول الأول القطاع السيد الوزير في لقاءاته مع بعض السفراء الدول اللي عندهم خبرة في الميدان التكوين، هناك بعض مثلا التجربة الكوبية في ميدان الحمامات المعدنية وتكوين المكونين لكينيست، موضوع آخر تجربة البرازيلية وتجربتهم الرائدة في المدرسة النموذجية لصقل الأحجار الكريمة في طبرست، راح تكون مستقبلا هناك أيضا استفادة من هذه التجارب إضافة إلى التجارب المحلية. ممتاز، هذه المقومات نربطها طبعا أيضا بقدرات وطاقات العنصر البشري الذي هو أيضا عنصر حي ومشجع يعني للمقصد السياحي، أنا أقصد حتى طريقة ربما الاستقبال، وأيضا المكونون في مجال السياحة يدركون ربما ويتقنون طريقة حتى الاستقبال السواح. ونحن سنستقبل طبعا السيد لدرع عبد القيوم المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة بالعاصمة عبر الهاتف. تحية لك سيد لدرع، مرحبا. تحية لكم وللمشاهدين. أولا قبل كل شيء أن السادة المشاهدين بسنة الأمازيغية الجديدة نقولها مع سعيد، ومرحبا بكم. متبادلة سيد لدرع، ونبقى دائما في هذا المحور، محور التكوين ومحور الاهتمام بالعنصر البشري. كيف يجري التكوين في مجال السياحة الذي يعتبر أيضا كعصب مهم يعني للاقتصاد؟ شيء طبيعي أن قطاع السياحة هو قطاع خدمات ويعتمد بالدرجة الأولى على المورد البشري، فإذا كان قطاع السياحة الصناعة مثلا يقدم منتوج ذو جودة عالية من جهة التكنولوجيا، ففي السياحة أمر لا يكفي. تشييد هياكل سياحية مركبات وفنادق كما هو معروف حاليا يعني في الجزائر يعني إقبال كبير على الاستثمار، ويعني الإحصائيات اللي تقدمها الوزارة الوصية يعني عدد هائل من يعني المشاريع اللي راهي طور إنجاز واللي استلمها المستثمر بأخرة الاستغلال، هذا أيضا لا يكفي. فالأهم هو تأهيل المورد البشري من خلال تقديم تكوين متخصص في مختلف المهن الفندقية والسياحية، وهذا شيء مهم جدا، لأن الخدمات يعني الخدمات السياحية، لأن المنافسة يعني تكون في السياحة للخدمات هو أن نروح مباشرة للجودة، والجودة كما معلوم احنا في قطاع السياحة والوزارة الوصية يعني
اللي قدمت واعتمدت استراتيجيه وطنيه يعني افاق 2000 لمصادر لمخطط الجوده السياحيه افاق 2030 اللي يعتمد على عده ديناميكيات، على 5 ديناميكيات، وهو اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو يتعلق بالديستناسيون الجيري اللي هي وجهه الجزائر، وهذا مهم جدا. الديناميكيه الاولى واللي عندها علاقه مباشره اللي هي مخطط الجوده، وهي ديناميكيه ثانيه في هذه الاستراتيجيه. والجوده لا تكون الا بالنوعيه ونوعيه الخدمه. احنا في قطاع التكوين على كل حال، التكوين السياحي اللي هو عاده احنا المدرسه التي اشرف عليها هي المدرسه الوطنيه العليا للسياحه اللي تكون ادارات المسيره ليسانس وماستر. وفي القطاع على كل حال هناك يعني المعاهد اخرى تابعه للوصال الوزاره الوطنيه تهتم بتكوين يعني في المهنه اليد العامله يعني في المجال السياحي ان صح التعبير، في مهنة الفندق والسياحة بصفة أدق. إذن احنا التكوين، لأن الجزائر كما هو معروف يعني تزخر بمنتوج سياحي متنوع كما ذكرت في الحصة، السياحة الساحلية سواء كانت ثقافية ولا صحراوية ولا حتى مناخية. وهذا الشيء إذا كان فقدت، لأن مع المنافسة القوية للدول يعني اللي خذت خطوات وتجارب في السياحة، ويعني ما لابد من يعني اللي عندها نفس، حتى لو كان عندنا نفس يعني المؤهلات السياحيه، ولكن تفوق يكون بالخدمات. والخدمات الخدمات يكون لابد لها من تكوين دقيق، تكون على مستوى على جميع المستويات على مستوى عالي. سيد الأدرع، ما هي اهميه التربصات الميدانيه سواء كانت محليا او في الخارج يعني التي تتم؟ هي التربصات الميدانية هو في الأصل حتى تكوين القاعدي بالنسبة للمهنة السياحة في الصداقة. لاحظوا أنكم يعني الشيء اللي نأكدوه أنه موجود التكوين تطبيقي والتكوين نظري، لأنهم مسيري المستقبل يعني. اما بالنسبه احنا بالنسبه لنا في التكوين على كل حال هو متضمن في البرنامج التكوين، ان التكوين احنا خاصه في العطل على مستوى نتلقاو التكوين النظري يعني في خلال السنه الجامعيه، وفي العطل سواء العطل الربيعيه عطله الشتاء ولا الصيف ولا حتى الربيع ياخذوا تكوينات تطبيقيه على مستوى المؤسسات الفندقيه والسياحيه. كل يعني كل متربص يعني تكون تربصات، لان الخدمات يعني باش تتلقى في السياحه نتلقاو تكوين نظري لا يكفي بتاتا. ولهذا احنا يعني نركزوا كثير على تكون تطبيقي، لان لما يكمل ياخذ يعني الطالب ياخذ الدبلوم تاعه ولا الشهاده تاعه توجه الميدان العملي يكون عنده يعني رصيد يواجه به الحياه يعني. شكرا جزيلا لك سيد الأدرع عبد القيوم، انت المدير العام للمدرسه الوطنيه العليا للسياحه بالعاصمه. محاور الاسئله طبعا دارت حول مساله التكوين واهميه التكوين، ما هي المكانه التي تحتل مجال التكوين السياحي في خارطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. شكرا. بالإضافة إلى المداخلة اللي تفضل بها سيد مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة، التكوين هو أحد الديناميكيات الخمسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الفاق 2030، ويبقى تكوين العنصر البشري أحد الأساسيات أو أحد الركائز الخاصة للإقلاع الاقتصادي في الميدان السياحي. بدون تكوين في جميع المستويات بدون استثناء، بدون تكوين، بدون مرافقة، بدون تربصات تطبيقية، بدون الاستفادة من تجارب الغير، لا يمكن ضمان إقلاع اقتصادي في الميدان السياحي. ولهذا بالإضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالعاصمة، القطاع يتوفر على هيئتين للتكوين على مستوى ولاية زوز وعلى مستوى بوسعادة في ولاية المسيلة. تضمن هاتين المؤسستين أيضا تكوينا في الميدان يشفع أو ينتهي بجودة ونوعية، أيضا يشفع بتكوينات أو بتربصات تطبيقية على مستوى كل المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار، بالعودة أو بالنظر إلى التخصصات التي يقدمها هذه المؤسسات. نحن نؤكد على مسألة حتى ربط يعني قطاع السياحة بمناصب الشغل أو بتوفير مناصب الشغل، لأن الخريطة اليوم هي خريطة يعني بمسألة الاقتصادية الآن متوفرة على هذه المناصب. الآن مثلا وكالات التشغيل تشتغل في هذا المنحة، يعني منحة أن نوفر مناصب الشغل، أن نقيم مثلا خريطة ما
ما يحتاجه السوق اليوم، يعني السوق السياحية إن صح التعبير، وما تحتاجه يعني من يد عاملة يعني. ولهذا هذه المؤسسات المتخصصة في ميدان السياحي بدأت في عملية تكوين حسب الطلب، وهذا التكوين حسب الطلب يراعي احتياجات السوق المحلية، يراعي احتياجات الفعل الاقتصادي بصفة عامة. عندما يعني نريد تكوينا أو مكونين أو طلبة أو متربصين في تخصصات معينة، راح يكون هناك ضمان لهذه لتوفير العنصر البشري ليبقى في اعتقاد وفي في 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 رأي كل المتخصصين في الميدان، هو أساس الانطلاقة والإقلاع الاقتصادي في الميدان السياحي الذي نحتاجه اليوم. أشرك سيد عمر بالعباس، آخر سؤال لك، أنت مدير السياحة، أذكر بوهران سيد بالعباس، مسألة الآن هذه اليد العاملة المؤهلة يعني المكونة في المجال السياحي، ممكن أن تحدثنا ربما عن تجربتكم في هل وهران مثلا حققت اكتفاء في هذا المجال أو في هذه المسألة؟ كيف توظفون طبعا أنتم هذه القدرات يعني من خلال التنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل مثلا أو الجهوية المتواجدة بوهران؟ نعم، التكوين أنا أسميه الاستثمار في الموارد البشرية، الاستثمار في الموارد البشرية سواء كان في التسيير السياحي أو التسيير الفندقي هو من أهم النقاط على مستوى الولاية. احنا بحكم أن الولاية ولاية وهران تشهد استثمار كبير في المؤسسات الفندقية وكذلك في وكالة السياحة والأسفار، هذا راح يوفر منطقيا مناصب عمل كبير. هذا الشيء احنا اللي خديناه كأولوية على مستوى الولاية وسميناه الاستثمار في الموارد البشرية. هذا يعني نقوله باللي القطاع راح يوفر أكيد مناصب عمل كثيرة، مقابل إحنا في التكوين نسعى مع مديرية التشغيل وكذلك مع مديرية التكوين المهني وكذلك من بعض المدارس المتخصصة في التسيير السياحي والتسيير الفندقي، حتى نعطي أيدي عاملة ونعطي ناس مختصين حتى يشغلوا في سواء في المؤسسات الفندقية بكل تخصصاتها من إيواء من استقبال ومن إطعام وكذلك على حسب أنماط يعني في مجال أنماط الحاجة يعني على حسب أنماط الحاجة وما تحتاجه هذه المؤسسات يعني فندقية. نعم أكيد، هي كان فيه على مستوى ولاية وهران كان فيه تخصيص مناصب حسب الحاجة. أكيد إحنا على مستوى المؤسسات الفندقية تقريبا تلقى أكثر من 15 تخصص في مؤسسة فندقية واحدة، وتلقى على مستوى وكالة السياحة والأسفار أكثر من 4 إلى 7 تخصصات في الدليل السياحي. وهو نشير في نقطة اللي نعطيها أهمية كبيرة على المستوى ولاية وهران، هو التكوين في الدليل السياحي. الدليل السياحي هو نشاط يعطي ديناميكية خاصة في الترويج وبيع المنتوج للسياحة المحلية، هذه من جهة التسيير في السياحة. في كما قلت في التسيير في الفندقة في عمل أفقي مع قطاعات المختصة كما ذكرت على مديرية التشغيل وكذلك مديرية التكوين، حتى نوفر يد عاملة تكون عندها مهنية في توفير الخدمة الفندقية في الولوج إلى عالم السياحة والخدمات السياحية. سيد عمر بالعباس، أشكرك، أنت مدير السياحة بولاية وهران، كنت معنا على المباشر من محطة وهران الجهوية، ومن خلالك أحيي كل الزملاء الذين ضمنوا لنا هذا البث يعني المباشر. أعود إليك سيد تامر، كنت عندك إضافة يعني إضافة بسيطة لتدعيم التدخل سيد المدير الولائي للقطاع بولاية وهران. احنا نعرف ان وهران في القادم السنة ربما القادمة وبعدها راح تكون عاصمة العاب البحر الأبيض المتوسط. كي نتكلم على عاصمة بحر العاب البحر الأبيض المتوسط راح تكون مقصد لعديد من الدول سواء رياضيها أو صحفيها، وهذا المقصد راح يكون بتوفير وسائل أو هياكل فندقية تكون في المستوى. هذه الهياكل إذا ما ضمناش تكوين جاد، تكوين في المستوى، تكوين نوعي أولا في الخدمات وحتى في اللغات كما تفضل السيد المدير الولائي لوهران، راح جزء من نجاح الجزائر
في هذا التحدي وهذه التظاهرة راح يكون يعم الجميع في هذا يعم الجميع، ونريد أن نعم بالملف على الجميع. نريد أن نذهب الآن إلى باتنا. سيد مدير السياحة لولاية باتنا سيد نور الدين بونفع معنا عبر الهاتف، تحية لك سيد بونفع، مرحبا. تحياتي، مساء الخير سيدي. مرحبا، أجدد لك ربما السؤال الذي كنت قد سبقت أن طرحته في مجال الحديث عن هذه القدرات والمقدرات، سواء المقومات سواء كانت طبيعية أو ثقافية، هي في الحقيقة تفتح الشهية في بعض الأحيان على الترحال والسفر، فمن يريد أن يزور باتنا كيف هو حال هذه المقومات؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المقومات على مستوى ولاية باتنا كما مستوى الولايات الداخلية للوطن هي مميزة. أنا نقول لكم كما سبق وتحدثوا الأخوة الزملاء أنه على مستوى الولايات كاملة من شمال إلى الجنوب يمكن خلق ديناميكية فيما يخص السياحة الداخلية على مدى سنة. كل ولاية حسب المقومات السياحية اللي تتوفر عليها واللي يمكن تسويقها. الحمد لله يعني في هذه السنة احنا شفنا يعني ربما ضرة النافعة انه الوكالات السياحة والأسفار يعني ما نقولوش باللي كانوا مرغمين، انهم كان البديل في التسويق اللي كان يعملوا فيه سابقا انه ولا تسويق داخلي، يعني ولا تسويق المنتوج الداخلي السياحي الداخلي، وكانت هذا يعني اللي كانت يعني لها الحظ الكبير هي بعض الولايات، ونذكر على سبيل المثال يعني ولاية باتنا. فطبعا انا نقول باللي يمكن تطوير سياحة ثقافية، سياحة محلية، سياحة تاريخية ليس فقط بولاية باتنا ولكن بكل الولايات. يعني كانت عدد بعض محطات. طبعا هو الشيء الجدير اللي كما تطرق له الأخ أنه ما يخفاكمش أنه قطاع السياحة هو قطاع أفقي، فالديناميكية والحركية اللي عرفها القطاع أنه من خلال الاتفاقيات الإطار التي أبرمت مع مختلف القطاعات الأخرى أعطت دفع أكبر لتطوير السياحة الداخلية. الحركية هذه يمكن أيضا أن تصنعها سيد نفع، إن سمحت طبعا سيد بنفع، ممكن أن تصنعها حتى الجمعيات المهتمة بالمجال السياحي. كيف يعني كيف هو ربما تواجدها يعني في مدينة باتنا؟ لا أعرف إذا كانت مسألة الآن هناك جمعيات الآن تشتغل وتوظف يعني جل نشاطاتها في مجال الترويج للسياحة المحلية بباتنا. لا طبعا بارككم، شفتوا في الزيارة المؤخرة يعني للسيد معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية لولاية باتنا، وإن كان احتكاك مباشر في الجمعيات الحرفية والجمعيات السياحية، وكان في انشغالات يعني اللي طرحت وأخذت بعين الاعتبار يعني في مجال مختلفة كسوسوا في قطاع السياحة والصناعة التقليدية أو في العمل العائلي. يعني كانت لمعالي الوزير وقفة على مع الجمعية يعني جمعية في منطقة الظل اللي هي منطقة وات الطاكة، يعني كانت لها يعني إذا صح الاعتبار يعني تعبير بليتو كانت هي سباقة العمل، يعني من خلال العمل الجواري اللي كانت تدير فيه، وكانت الإجابة للتساؤلات اللي كانت تطرحت من طرف الوزير، يعني لقيت جواب عند هذه الجمعية، وهذا شيء يعني مهم جدا لأنه تسويق في السياحة الداخلية العنصر البشري مهم جدا، ما يمكنش أنه نتصور أن نطور سياحة بدون إشراك هذا المواطن عبر الجمعيات. طبعا نحن أشركناك سيد نور الدين بونافع أيضا في النقاش، أشركناك، نحن أردنا أن نطلع أكثر عن كثب عن وضع المجال السياحي والسياحة في باتنا. شكرا جزيلا لك، أنت مدير السياحة لولاية باتنا. أعود إلى ضيوفي، طبعا أعود لك أستاذ محمد بالتو. نعرف بأن تراث وثقافة طاسي لنجر زاخرة وثارية، ولكن السواح عندما يطرقون أبواب طاسي لنجر عن ماذا يبحثون يعني؟ نعم، السواح لما تقدموا إلى طاسي لنجر هم متشوقون لرؤية الثقافة والتراث المادي واللامادي المتواجد في المنطقة، لأنه فريد. ما يخفاش عليك أنه توجد مجموعة آثار متواجدة في منطقة طاسي لنجر لديها تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ناهيك عن بعض التقاليد والعادات، و يعني ربطت في يومنا هذا مصنفة ضمن التراث العالمي. مثلا نأخذ على سبيل المثال كالسبيبة مصنفة ضمن التراث العالمي، وعدة مواقع متواجدة بالتاسي نجر، نذكر منها مثلا سفار
وتدررت يعني مواقع غاية الجمال خلابة والروعة. جدا وسهل. نعم. لا أعرف إذا ضبطنا الاتصال بسيد أسكو كافي حتى نبقى دائما في نهج هذا المحور. وذكر هو رئيس دائرة الحفظ التراثي والطبيعي بالحظيرة الثقافية تصلي نجر من جنت. معنا السيد أسكو كافي. تحية لك، مساء الخير، مرحبا. أهلا وسهلا. والله كنا بصدد الحديث عن حظيرة ثقافية تصيلين نجار، وعندما نتمعن في هذا البهاء وفي هذا الجمال وفي هذا السحر ندرك بأن الناس في الصحراء يستقبلونك بالأحضان ونحن نستقبلك كذلك. سيد أسكو كافي، أسألك الآن، ربما الفرصة في هذه الوضعية الوبائية كانت لمسألة جرد، ولا أعرف إذا كانت يعني فرصة مواتية ربما لإجراء وظائف أخرى غير الوظيفة السياحية هي التي كانت تلعبها الحظيرة الثقافية لتصل النجر، فما هي؟ أولا نشكر التلفزيون على هذا الاستقبال. ثانيا بالفعل في جائحة كورونا هذه، دونك احنا انتهزنا فرصة لزيادة أعمال الجرب للمواقع الأثرية، لأن في هذه المواقع لا يوجد أناس، دونك وتمكنا في خلال هذه السنة الفائتة دونك من جرب 1162 موقع طبيعي وثقافي. دونك استغلينا هذه الفرصة دونك وقمنا بأعمال للجرب للمواقع الأثرية، لأنه كما تعلمون أن السياحة قلت في هذه